وهكلمكم النهاردة عن حقوق وضمانات الأفراد واختصاصات مأمور الضبط القضائي. هنبدأ أولا نقول حقوق وضمانات الأفراد هي رغبة المشرع ما بين حاجتين، بين تحقيق مصلحة المجتمع في تحقيق أمنه واستقراره وفي اقتضاء حقه، وما بين رغبته في الحفاظ على حرية الفرد. فكان لابد من وجود بعض الضمانات على الإجراءات الماسة بحرية الأفراد. طيب، هندخل بقى ونتكلم عن اختصاصات مأمور الضبط القضائي. هنقول اختصاصاته أولاً اختصاصات أصلية، ودي بتكون الاستيقاف والتحفظ، واختصاصات استثنائية بتكون القبض والتفتيش. نتكلم عن أول حاجة وهو الاستيقاف. ما معنى الاستيقاف؟ الاستيقاف هو إيقاف كل شخص يشتبه في أمره أو يضع نفسه موضع ريبة وشك، وذلك لسؤاله عن اسمه وعمله ووجهته، وهو إجراء إداري لا ينطوي على مساس الحرية. طيب، هنقول ما هي أسباب الاستيقاف؟ أسباب الاستيقاف هو مسلك الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا موضع ريبة وشك، مما يستدعي معه تدخل مأمور الضبط القضائي وذلك لسؤاله عن حالة الريبة والشك. طيب، هنتكلم بعد كده عن تاني سلطة من سلطات مأمور الضبط القضائي في سلطاته الأصلية، وهي التحفظ. التحفظ هو الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية. طيب، ما هو المقصود بالتحفظ؟ التحفظ هو أن يظل الشخص تحت تصرف مأمور الضبط القضائي لحين صدور إذن من النيابة العامة بالقبض عليه. طيب، ما هو تبرير التحفظ؟ ما هي شروط التحفظ؟ هنقول وجود دلائل كافية تستدعي تدخل مأمور الضبط القضائي للتحفظ على هذا الشخص. طيب، ما هي الدلائل التي تبرر لمأمور الضبط القضائي التحفظ على الأشخاص؟ هنقول وجود قرائن أو أمارات قوية تفيد ب أولا وقوع جريمة. طيب، تاني حاجة نسبة هذه الجريمة إلى هذا الشخص المتحفظ عليه، يعني وجود جريمة وعلاقة بين هذه الجريمة وهذا الشخص المتحفظ عليه. طيب، هندخل بعد كده على الإجراءات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي وهي القبض. القبض معناه هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حريته وعدم السماح بالتجول، تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضده. وليه تعريف تاني لدى الفقه، وهو سلب الحرية لدى الشخص واحتجازه في المكان المخصص لذلك. طيب، ما هي شروط القبض؟ شروط القبض على سبيل الحصر ورد في حالتين: أولا صدور إذن من سلطة التحقيق، تاني حاجة حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بمدة تزيد عن 3 شهور طبقا للمادة رقم 34 من قانون الإجراءات الجنائية. نيجي بعد كده ونتكلم عن التفتيش. التفتيش هو البحث والتنقيب عن دليل الجريمة، وليه 3 حالات. أول حاجة في الحالة التي يجوز فيها القبض، مدام جاز القبض جاز التفتيش طبقا لنص المادة 64 من 46 من قانون الإجراءات الجنائية. تاني حاجة صدور إذن من النيابة العامة. طيب، تالت حاجة رضاء الشخص المشتبه به أو الشخص المتهم. طيب، نتكلم بعد كده عن تفتيش المساكن. هنقول تفتيش المساكن، شروط تفتيش المساكن في حالتين: أولا صدور إذن من النيابة العامة ويكون هذا الإذن مسبب، تاني حاجة رضاء الشخص بالتفتيش أو من ينوب عنه طبقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية.
طيب بالنسبة لحالة التلبس، هل يجوز معها تفتيش المساكن؟ الحقيقة محكمة النقض جاوبت على هذا السؤال وقالت إن لا يجوز تفتيش المسكن في حالة التلبس، وذلك لحرمة المساكن فلا يجوز تفتيشها. بعد كده هنتكلم عن حكم تفتيش السيارات، هل تأخذ حكم تفتيش المساكن ولا لا؟ هنقول حكم تفتيش السيارات لا تأخذ أحكام تفتيش المساكن، ولكن حكم تفتيش السيارات يأخذ حكم تفتيش الشخص العادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.